ماشي يا شو، ماشي. طب صحيح ده ولا انا بحلم؟ سي خميس اقرصني علشان اتاكد من الكلام اللي بيحصل ده كله بصحيح. يا بت ما انت شايفه وسامع بعينك اهو. ايوه بس مش قادره اصدق ان دي الشقه اللي هعيش فيها مع افندينا. يا بت بقى بطلي هبل، بطلي هبل، فوقي بقى وصدقيني. قلتلك صدقيني وانت ما كنتيش مصدقاني. ده انت من ساعه ما ندهتلي سبت اللي في ايدي كله وجريت، حتى ابو سن سبته نايم وخرجت. انت عملت فيا ايه؟ وانا من ساعه ما شفتك وانت مخيشه في نافوخي على الاخر، مخيشه في نافوخي على الاخر. لكن اعمل ايه؟ اعمل ايه؟ كان ناقح عليا قوي. هو ايه ده يا اخويا؟ ضميري ده تديله بالجزمة. حاولت ياما يا ماما، انت مهما كان برضو مرات الخيال. ده انا من ساعة ما شفتك وانا مش طايقة لمسته على لحم. السرير سكاكين، سكاكين بتقطع في جدتي. الأوضة بقت سجن يا سي خميس. احنا بقى عايزين نعمل ايه؟ عايزين نخلص من الليلة دي نضيف نضيف. تخلعي منه نضيف نضيف، ونوصل الود اللي بيني وبينك نضيف نضيف، عشان انا راجل احب الشغل يبقى نضيف نضيف. احب الشغل يبقى ايه؟ نضيف نضيف. ويتوب علينا ربنا. سهلة، انت تطلقني منه وتتجوزني انت، وانا اعيش خدامة تحت رجليك. هيحصل هيحصل، بس انا اصلي لسه خارج وبلطش في الدنيا، وليا اعداء ياما واقفين لي زي اللقمه في الزور. اولهم الواد براء ابن نوح، ولازم نخلص منهم عشان نبتدي نوصل ودنا نضيف نضيف. صح، خلاص ما توزع عليهم راجل من رجالتك يخلص عليهم، وبعدين انت يا اكتر الرجاله اللي تعوز تخدمك. بس ده غشم، ده غشم، وانا ماليش في الغشم. انا عندي ترتيب تاني وممكن انت اللي تساعديني فيه. وانا ملكك وبين ايديك. هيحصل هيحصل. هو انت على طول مستعجله كده؟ بالهداوه بالهداوه عشان ناخد دورنا. خلاص اؤمرني وانا نفس. انا عايز مطره مرات الواد براء تبقى في حبك، وانا مد ايدي والقفه، ويتوب علينا ربنا. ايوه بس انا هجيب لك مطره دي منين؟ اه صحيح، تجيبيها منين يا شو؟ تجيبيها منين يا شو؟ تجيبيها منين يا شو؟ حنتومه. ده حنتومك انت. ده حنتومك وانت الصادقه. يتوب علينا ربنا. يا استاذ استنى، يا استاذ استنى، رايح فين؟ ايه ده؟ ايه ده؟ انت خدت كده ازاي؟ وايه اللي في ايدك ده؟ والله يا استاذ غصب عني، ده قال انه جاي معاك مزقني وراح داخل عليك. هنقعد نرغي طول الليل يا متر، ولا اخش في المفيد ونخلص؟ روح انت دلوقتي يا نوفل. حاضر. واقفل باب وراك. حاضر يا استاذ. نعم، عايز ايه؟ مش انا اللي عايزك، المعلم هو اللي عايزك. معلم مين؟ مش عارف المعلم مين يا متر. ومعلمك عايزني في ايه؟ لما تروح له هتعرف. اروح له فين؟ طب كتف المصلحة عقبال ما اجيلك. يلا سلام. شفاعة؟ على فين يا ست الكل؟ انت مالك انت على فين؟ انت بتراقبني ولا ايه؟ لا براقبك ولا بتدخل في اللي ماليش فيه. انا كنت بقضي مفتاح للمعلم فشفتك، قلت اطمن يمكن عايزه حاجه كده ولا كده. لا مش عاوزه حاجه، انا كنت بزور واحده معرفه وخلاص. ماشي. انت رايحه ولا راجعه يا ست مطر؟ خليك في حالك. حلو قوي الكلام ده. الحساب يا ابني. مش ده اللي انا كنت منتظره منك يا خميس. اللي عايز ينجح ما يبصش لورا ولا يدور في دفاتره القديمه. أنا زحت النوح من قدامك في السوق وكبرتك عليه. ما تطمعش بقى في أكتر من كده. ده مش طمع يا باشا، والله ما طمع.
ده استرداد حق. هبقى كبير ازاي وانا مش عارف ارد حقي؟ شوف يا خميس، اللي عايز يكبر مش لازم يستهون باي حد قدامه، لازم يقيس قوته كويس عشان يعرف يتعامل معاه. وخلي بالك ان النوح ابن كار فاهم الشغله كويس ومفطب ولاده وعنده عزوه وعنده رجاله، يعني مش سهل. طب يا باشا، هو مش في لا مؤاخذه يعني خرفان بتترمي للحكومه؟ بس النوح مش واحد منهم. ما انا ما كنتش واحد منهم وعملها معايا. ما خد جزاته، وانت شفت انا عملت فيه ايه. باشا انا مش عايز حد يزحمني في السوق. مين ده اللي يقدر يزحمك في السوق وانت هتبقى جوز بنتي؟ يتوب علينا ربنا. ما تسمعلوش المره دي يا خميس، العمورتي عايز يكسب الكل ويأمن نفسه. سواعي اسمع له وسواعي ما تسمعلوش. حيرتيني يا حاجه. لا حيرتك ولا حاجه يا ابن بطني. الصح انك تسمع للكل وتاخد اللي يفيدك. العمروتي عايز يجوزك بنته، قلنا وماله، ألف مبروك. لكن يحط لك النوح قتب ورا ظهرك، ده اللي ما يلزمناش. وكمان عايز أقول لك حاجة، السوق زي المخدة ما يستحملش اتنين حلوين. السوق زي المخدة؟ إيه البق ده؟ حلاوتك يا حاجة. إياك تكون فهمتني وقريت اللي في دماغي. قريت قريت قريت. بقى العمروتي الباشا عايز يرميني في السوق ويكبرني، بس في ذات نفس تلك الوقت يحط لي النوح على الخط كده يسخن بعبع يخوفني بيه، على اساس لو انا قلت معاه وما سمعتش كلامه يقول له يسخن فتلم انا بقى واسكت. قال يبقى لازم تخلص من نوح يا خميس. طلب البضاعة يا كبير. دي مش طريقة دي يا معلم نوح. ما انا جاي لك اهو بمزاجي. الراحة الراحة يا متر، دي مجرد اجراءات امنية. هي دي برضه الاصول يا معلم نوح. ما قلنا اهدى على نفسك شوية لا تقلق عرق. انتوا عايزين مني ايه يا معلمين؟ كل خير. مش باين. شوف يا متر، انت لو نظفت ودانك وسلكت مخك اخرتها هتبقى خير ان شاء الله، بس انت ما تقاطعش. بدران انت راجل عملي وده اللي بيعجبني فيك، عشان كده انا هخش في المطلوب دغري. انت تلزمني يا بدران. اشمعنى؟ انت هتستلوح من اولها ولا ايه؟ كلام المعلم واضح زي الشمس. ما انا بحاول افهم الشمس دي بتطلع منين يا معلم. رأى ما انت لو كنت صنفرت دماغك كنت فهمت شمس بلادك تطلع منين. انت هتاخد قد ما بتاخد عند افندينا تلات اربع مرات ومن غير ما نعرف هو كان بيديلك كام. يعني انت اللي هتحدد وانت اللي هتورزق. شفت بقى يا متر، احنا عايزين نعمل معاك الصح ازاي. طب يا معلم لو عندك قضية هات لي ورقها دلوقتي وأنا هدرسها. أنا لو عندي قضية كنت جيت لك مكتبك بنفسي، ما كنتش هجيبك لحد هنا ولا مؤاخذة بالطريقة دي. خليك دغري يا معلم زي ما قلت. أنت لو لفيت الدنيا دي كلها على كعوب رجليك عشان تلاقي ناس سالكة زينا مش هتلاقي. إحنا علامة مميزة، المعلم النوح وولده. اوعى تفتكر ان انا زعلان منك عشان طلعت افندينا من قضيه قتل ابن الشهيد. بالعكس، انت اديتني فرصه اخد طاره بايدي مش بايد الحكومه. انت عايز ايه مني بالظبط يا معلم؟ رقبه افندينا. انت لحقتها قبل حبل المشنقه. المفروض بقى تكمل جميلك تسلمها لي. مش هو ده برضه العدل يا متر؟